সস্রোতা মা গরিবের শূন্যতের পরে দুই দুই রাকাত করে আউাবিন নামাজ পড়তে হয় হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যে ব্যক্তি এই আউাবিন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আয়ল আমিন বারো বছরের ন্যাকা আমলের সব আব আল্লাহ পাক তারা আমল নামায় দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ব্যেহি আসুন এই নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় আমরা দেখে নেই আমি কেবলামকে হইয়া দুই রাকাত আউাবিন নামাজ আদায় করিতেছি الله أكبر. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر رب اغفر لي وارحمني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله